جميلة من تجينا للحي عنينا عليها، واحدة من الأغاني التي اشتهرت بها فرقة موسيقية عراقية غنت للوطن وللحب وللإنسانية. اتخذت لها أسلوباً منفرداً استقطب أعجاب العالم الشرقي والغربي، فقد تميز أصحابها بغناء البوب روك وباللغتين العربية والإنجليزية. وبالرغم من المعوقات التي واجهتهم في مسيرتهم الفنية، لكن المستحيل لم يعرف إليهم سبيلاً. كلمات تحاكي القلب تارة والعقل تارة أخرى، وموسيقى يتمايل إيقاعها بين السرعة والبطء، هي صفات تميز الألحان التي تعزفها الفرقة العراقية Unknown to No One، التي نالت اهتماماً إعلامياً كبيراً من قبل القنوات العربية والأجنبية بعد نجاحهم في العراق عام 2002. أحيت الفرقة الكثير من الحفلات والمهرجانات في دول مختلفة، ومن بعدها عادوا ليستقروا في لبنان الذي كان محطة الانطلاق نحو التميز، عندما تصدرت أغنية جميلة قائمة الأغاني في العالم العربي لتكون بذلك تذكرة شهرتهم. واستمرت الفرقة في تحقيق نجاحات مستمرة واحدة تلو الأخرى، إلى أن استقر اثنان منهم في أمريكا وآخر في السويد. وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهوها في المهجر، منها المتعلق بصعوبة الحياة وأخرى بتمويل أعمالهم، لكن طموحهم ما زال يكبر، وروح الإصرار لديهم جعلهم يستمرون في التميز والإبداع والإنتاج. هلا حسن، شلونك؟ طبعاً أنا متأكدة أنه حلقتنا راح تكون غير شكل اليوم، لأنه ضيفنا هو مغني البوب روك وأحد مؤسسي فرقة Unknown to No One، ويغنون أغاني عربية وأجنبية مثل ما شفنا بالتقرير. حسن، راح أبدي وياك بأول سؤال، ويمكن إجابته يتفق عليها هواي من الناس. سؤالي الأول إليك، سنة 2020 شلون هوياك لحد هاي اللحظة؟ يعني سألتيني سؤالي راد لحلقتي التسجيل. متأكدة. أحكي لنا بشكل مختصر، يعني شلون وضعك أنت كحسن وكفرقة؟ شوف، هي مثل كل شيء بالحياة لازم نتعلم، ماكو شيء بالحياة يصير ما بيه إيجابية، يعني هي أسوأ لحظات الإنسان لازم بيها شيء إيجابي وتركز عليه. أنا الإيجابيات قلت لك شغلتين، إنه أطفالي دا أشوفهم ودا نربيهم ودا نشوفهم دا يكبرون، والإيجابية الثانية هي شوية صار عندي وقت أكثر للتركيز على الموسيقى. يعني عندي بروجكتات، عندنا ألبوم صار لنا سنين ده نشتغل عليها، هسه يعني تقريبا قرب يخلص بسبب كورونا. الحمد لله، يعني الحمد لله وشكر، يعني نقدر نقول علينا سنة إيجابية لحد هاي اللحظة، لأنه صار عندك فرصة أنه تلتقي بالعائلة والأصدقاء أكثر، وطبعا فرصة حتى تكملون الألبوم. صار لكم ايش قد يعني دا تشتغلون على هذا الألبوم حسن؟ الألبوم صار له سنوات بصراحة، لأنه ألبوم كلش غني، صار لنا فترة يعني بنضوج اليوتي أنوان، وإحنا ردنا نزله من أول بسنة 2020، لأن يكون صار لنا 20 سنة سوا. تخيل يعني العمر يركض ركض، يعني 20 سنة الفرقة من صرنا إحنا أسسناها الأربعة، يعني لأن هي تأسست 99 شخصين، وأنا وأخ لجينا صرنا الأربعة بسنة 2000. هي بـ 99 كانت بداياتكم بسيطة في العراق، ويمكن كان وياكم تحياتنا إلى آرتين، ولأنه أنا أعرف أنه الفرقة يعني دائما الأعضاء مالتها يروحون ويجون، بس حاليا يعني تقدر تقول لي شقد يعني عددكم، يعني عدد أعضاء الفرقة الثابتين مو اللي يعني مثلا يتغيرون. أحكي لك إياها بطريقة مختصرة وحلوة. إحنا من أسسنا الفرقة هم أول شيء شابين، آرت وشانت، بس طبعا ما يعني فرق صعبة تكون من شخصين، لازم مجموعة من الأعضاء، فهم سووا دعاية بالراديو، وأنا وأخ لجينا أسسنا الفرقة اللي هي 4 أشخاص. وأكيد إحنا بالعراق يعني ثقل، عندنا ثقل جمهورنا، اللي هو شغلك يعني أحلى شيء بجمهورنا أكو فد انتقائية حلوة، يعني مو استعيضنا نوع من الناس اللي سمعوه كلش يعني تربطنا بيهم علاقة حلوة،
ولهذا صعب بهالزمن. أكيد. طيب بصدد موضوع جمهوركم، من هو جمهوركم يعني بالضبط حسن؟ هل هم من الأعمار الصغيرة أو كبار السن؟ لأنه يعني مثل ما نشوف أنه ستايل الأغاني هسه كلها إيقاعها سريع، وده تشوفها يعني غير نوع، يختلف تماماً عن ما اللون اللي أنتوا تقدموه. فمن هو جمهوركم بالضبط؟ شوفي، هو إحنا بدينا لأنه بدينا نغني بس بالغربي بسنة 2000، فكان جمهورنا بالبداية هو كم ألف شخص بالعراق اللي يحبون الغربي، كانوا يستمعون الإذاعة اسمها Voice of Youth. كانت هي يعني أكثر جمهورها اللي يستمعون لها هو جمهورنا. من نزلنا الألبوم الأول هذا كان الجمهور، يعني بعنا تقريبا 10,000 نسخة بالعراق، بغداد وهم بعض المحافظات، كان أكثرها جمهورنا العراقي اللي يسمع غربي. إحنا من سافرنا وجتنا فرصة عقد ويا شركة كبيرة، وشركة كبيرة يعني عالميا وعربيا، كانت هي شركة LCI على مستوى أوروبا وشركة ميلودي اللي هي على المستوى العربي. هاي أول طلعنا من العراق، ظلينا تقريبا سنة بالأردن حتى نحصل فيز، وراها رحنا لبريطانيا ظلينا هم سنة، سجلنا مجموعة أغاني وتدربنا، ويعني هيئنا نفسنا. هم الشركة كانت جزء من الخطة أنه يهيئونا شلون نكون أقوياء على المسرح، شلون تسجيل الأغاني يكون بمستوى عالمي. يعني هم رادونا خطة أنه إحنا الفرقة يعني لازم تكون عالمية. ننساك وبقلبي يتنفس هواك، لا ما أنساك مجنون، أنساك وبقلبي يتنفس هواك، لا ما أنساك. طيب بما أنه تقول حسن أنه أكو شركة تبنتكم، ويعني شون تكفلوا خلينا نقول بمصاريف الفرقة وتدريبكم وهذه، برأيك شنو سر النجاح يعني لأي فرقة أو خلينا نقول المطرب؟ هل أنه يعتمدون على نفسهم يشتغلون فريلانس، أو لازم يكون الشركة دائما تتكفلهم وتتبناهم وترعى أعمالهم؟ حلو سؤالك بصراحة، ومن القليل اللي يسألونه هيك، أنا أحب هاي الأسئلة لأنه حقيقية، يعني أنه على الجرح رأسا. شوفي، إحنا جتنا هي العقد كان 6 سنوات، من 2005 ل 2011 هي الشركة. بهاي الست سنوات هواية حققنا، لأنه لما يكون أكو دعم مادي والأفكار اللي ببالنا دا تصير بروجكتات دا تتنفذ، هذا هو يعني فد شيء كلش دعم كبير للفنان. لكن بعد ما انتهى العقد بسنة 2011 لقينا نفسنا خلص، فكان عندنا اختيارين، يا أما نترك خلص تنتهي الفرقة، يا أما نكمل. أكيد كان بالنسبة ف يعني شوفي، أكبر نصيحة لأي فنان هي الإصرار. الآن اللي أحكي لك اللي إحنا مشينا به تجربتنا، أنه لا تسمع حكي وهواية ناس تقول لك أنت شلك بهالشغلة وهاي شغلة خسرانة وأنت ما تقدر تكمل وأنت، احنا ايش قلنا؟ لا، خلينا احنا ما دام عندنا اسم ومطلوبين حفلات ودا نطلع فلوس، خلينا نستغل هذه الحفلات والفلوس اللي تجينا من وراها ومن وراء كل البروجكتات اللي تجي للفرقه نستغلها بتمويل الفرقه. فقمنا مثلا نطلع من الحفلات كذا مبلغ نجيبه نحوله الى اغاني، لكن شنو؟ طبعا ببطء، يعني مو مثل قبل كانت مثلا بسنه عندك تقدر تسوي البوم، صارت لا، صار يعني حاولنا مشينا على بروجرام هو أنه يا أما أغنيتين بالسنة أو أضعف الإيمان أغنية بالسنة. هذا اللي مشينا عليه من 2011 لما انتهى العقد إلى الحد اليوم. Thank you.
حسن، انت قلت لي انه يعني عندكم هواي حفلات ويمكن ندوات تحضروها او هذه، شنو وين كانت اكثر الحفلات نجاحا يعني بالنسبة لكم في العالم العربي لو من اجيتوا هنا وتغربتوا؟ والله شوفي، هي الحمد لله يعني احنا كنا مهرجانات هواية بأوروبا، رحنا هواية مهرجانات بأمريكا، رحنا هواية مهرجانات بلبنان، رحنا هواية مهرجانات. بس الأنجح يعني هي دائما تصير مثلا تشوفين من كل كم حفلة تصير فد حفلة مميزة. آخر حفل يعني حفلة أو حفلتين مميزة أكيد ما ننسى حفلة العراق، كانت تقريبا قبل سنة ونص. هاي كانت من أنجح حفلاتنا، لأن أول حفلة الـ UTN1 بالعراق بعد 15 سنة. تخيلي شلون كانت الأجواء هناك، احكي لي يعني أريد يعني قبل سنة ونص يعني قريب تقريبا، وشون تقبل الناس هناك لهاي الأغاني؟ يعني إيفون كانت حلم من لحظة النزول من المط، يعني شا أقول لك بصراحة، إحنا ما كنا متوقعين، إحنا رايحين العراق وبنفس الوقت خايفين جمهورنا منه هناك، ما نعرفه ما احنا ايه يعني هي سنين بعد افترقتوا ما تعرفون الامزجه شلون يعني وهذه ايه. بس المفاجاه كانت انه من نزلنا بالمطار احنا بدنا ناخذ الجنط، تشوف جروبات من الناس تجي علينا، قلنا معقوله احنا لهالدرجه معروفين بالعراق وما ندري يعني. يعني شفتوا جمهوركم بعده موجود ويتابعوكم؟ انا ملاحظه اليوتيوبات مالتكم يعني ما شاء الله نسبه المشاهده والتعليقات كلها تحب هذا النوع من الاغاني، يعني فشي يعني كندا اسوي سيرش عنكم يعني فشي كلش حلو انه اشوف انه ناس معلقين وهذا وبعدهم يردون هيك نوع اغاني حلو. هذا الحلو. شوفي احنا عكس التيار، وبصراحه اقول لك احنا الموسيقى نشتغلها يعني بيها روح جماعية أكثر من كل الموسيقى الموجودة حاليا المنتشرة. يعني هم هسه مصنع الأغنية العراقية ماشي بطريقة يعني أخبز ومشي، هاي أغنية صفط هيك أغنية، موزع ملحن يقعدون صوت يجيبون المغني وخلص. نعم. إحنا لا، إحنا عمل جماعي، نقعد عندنا مجموعة من الفنانين ويانا، يعني دائما نقاشات وقعدة وعزف وفي هاي الفكرة، وتظل يعني تتغربل الفكرة لحد ما تخلص بالنهاية. وهذا الألبوم صدقيني إيفون أنا يعني كلش متحمس أنه من تسمعوه، وأنتي هم أكيد راح ندزلك نسخة أكيد. أريد رأيك يعني، لأنه هذا أنا حاسب أنه هذا بي هواية يعني تحديات. أنا متأكدة أنه راح يكون فد شيء مميز، لأنه يعني مريته فترة تختلف عن النجاحات السابقة، بيها من الغربة، بيها من المعاناة، أكيد كل هاي الأمور متجسدة بالألبوم هذا، يعني متأكدة أنه راح يكون مميز. وهذا يعني ألبوم منوع، ما راح تحسين بملل، راح تسمعون ستايلات كلش هواية. يعني يمكن أعطيكم فتشي، ممكن راح تسمعون تشوبي بطريقة ما سامعيها قبل. يعني بما أنه إحنا أنا طبعاً هواية عندي أسئلة وما أعرف يعني وإيش أسألك، بس بما أنه حكيت هسه عن الألبوم، يعني تقدر فتشي تعزف لنا من عنده يعني؟ يعني غششنا ما بها شيء. يعني ما أريد، أريد هي العنصر المفاجأة يعني. حلو المفاجآت تكون حلوة، خصوصاً من فرقة مميزة مثلكم. تسلمي، شكرا. بس اسمعك من الاغاني اللي تحبوها، الناس اللي تحبها يعني. جميله، يلا جميله. جميله من تجي للحي عنها عليها، جميله يكتب اللي يقول ما شافها. علاقات لها تأثير على نجاح أي عمل
فني، مثلا كتبتوا الكلمات، لحنتوا، كل شيء كامل بيها، بقى مثلا خلينا نقول التوزيع مع الأغنية، هل تعتمدون على شهرة الموزع بغض النظر عن مستوى الفني، أو تعتمدون على المستوى الفني للموزع حتى لو ما كان مشهور؟ الحمد لله ما احنا محظوظين، يعني على مستوى العراق عندنا موزعين مثل سيفان فارتان اللي هو أوردي، نوجه له تحية الصديق، أوردي معروف من أيام التسعينات بالعراق، يعني موزع الهيثم يوسف والعادل عقلة وكثير من الفنانين العراقيين، يعني سيفان اسم رائع، وإحنا بدينا يعني من الموزعين اللي بدينا وياهم من أيام العراق. وبالنسبة للبنانيين فعندنا أسماء كلش قوية، عندنا مازن سبليني اللي هو أيضا معروف، وبنفس الوقت كل هاي الشخصيات، رافي طبعا، رافي من أيام فرقة ستورمز، رافي أيضا ويا هيثم يوسف من الأسماء الكبيرة، فذولا كلهم الشباب أسماء حلوة وموسيقيين كبار، بنفس الوقت تجمعنا بيهم علاقة صداقة حلوة، فتشوف إنه إحنا هم جزء من الفرقة، حتى من رحنا للعراق أخذناهم، يعني كان رافي هو العازف الكيبورد اللي ويانا، ومازن كان عازف البيانو اللي ويانا، فتخيلي يعني قبلوا يروحون ويانا يشوفون التحدي مال العراق، وكانت من أجمل تجاربهم، كلش حبوها. نعم. طيب تحياتنا طبعا هو لكل المبدعين والفنانين. ما جربتوا مثلا، لأنه أنا مثلا ألاحظ بشكل عام الكل يعاني، يقول دائما سواء بالتمثيل بأي حقل فني كان دائما يعتمدون على الأسماء المعروفة، ما جربتوا مثلا تتعاملون مع أسماء غير معروفة لكنهم مبدعين، يعني بما أنه أكو من مدلكم يد، شلون يقول لك، اتبنى أعمالكم، قدرتوا أنتوا تسوون هيك شيء، تدخلون أشخاص ما معروفين لكن مبدعين وعطيتوهم فرصة؟ راح أعطيك مثال، أنه إحنا أنجح أغنية بآخر 5 سنين هي 2015 كانت اسمها مربية، ومربية الولد الكتاب الكلمات صديقنا روبين توماسيان، هم نوجه له تحية، كان ما نازل عنده ولا عمل بحياته، فإحنا بالعكس كل شيء يهمنا نشتغل ويا ناس أول مرة تشتغل، لأنه إحنا يعني نحب هاي الروحية، الإنسان لما يريد أول مرة يشتغل ويتعب أكثر وعلى مود يوصل اسمه. نعم، تجدد ينطيكم أفكار جديدة يعني. نعم. روبين يعني كلمات مربية صدقيني من أجمل، يعني هي نجحت بالعراق نجاح كلش كبير، أكثر حتى من الدول العربية، لأنه كلماتها كلش قريبة على القلب، يعني تحسيها أغنية عراقية قديمة مع أنه هي أغنية جديدة يعني. تقدر شوية تغنينا من عدها؟ طبعا. مربية يا حلو طول من تكحل عيونك، بغيابك عذابي طول، صعب العيش من دونك. مربية يا حلو الطول من كحل عيونك، بغيابك عذابي طول، صعب العيش من دونك. مربية 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 يا حلو الطول من فجوة تأثير التكنولوجيا على الأغاني؟ هل أنتم من النوع اللي تعتمدون على التكنولوجيا لو على نفسكم؟ لا طبعا، التكنولوجيا ضافت هواية، سرعت من إنتاج الأغاني، واليوم هم صارت صراحة دخلت التسويق، يعني إيفون إحنا يعني أكيد جيلنا، أنت من نفس جيلنا، فإحنا كجيل عشنا تنقلات بالحياة غريبة عجيبة، يعني إحنا شفنا التليفون من شان أبو اللي يفتر، صح، يمكن الأجيال الجديدة ما يعرفون عنه شيء، هذا أولادنا راح مستحيل يعرفوها، يعني إحنا شفنا التلفزيون الأبيض والأسود، وشفنا التلفزيون اللي LED اللي الرفيع،
نفس الشيء حتى بصناعة الموسيقى. يعني إحنا لحقنا أقول لك على ذكرياتنا ويا التسجيل أيام هذا التيب ويقصوه، ماكو من يريد يسوون إديت، واحد يزمه بعيد ويقصه ويطلع القصة غلط ومصيبة يعني. يخرب الشغل. الآن صار الكل عبارة عن برنامج يتسجل، لاكو تيب ولا أكو أجهزة مال تيب. يعني إحنا أول أغنية سجلناها ذكر تيب كانت يمكن بالألفين. بعدين صار كله كمبيوتر. فأيضا هسه إحنا يعني التكنولوجيا ساعدتنا، لأنه وهذا الدليل إنه إحنا هسه بأزمة كورونا لو ما شغل ويا التكنولوجيا ويا برامج مستحيل نقدر نكمل الشغل، لأن نسجل لهم ويطلبون من عندنا تعديلات، فدائما ندز يعني الصوت يعدلوه، يعني كهواي أمور يعني الإنترنت طريقة الإرسال، فدز له بسرعة ويجاوبك بسرعة، تفتهمين كأنما إحنا عايشين سوا، بس إحنا هو المهندس الصوت بلبنان وإحنا بأمريكا، فتخيلي يعني. صحيح، خصوصاً أنتوا كفرقة، يعني أنا اللي أعرف أنه كل واحد بجهة، فأحياناً يعني إذا تحبون تسوون عمل أو هذه يعني فكله عن طريق التكنولوجيا. هو منو دائماً صاحب الأفكار الجديدة بالفرقة؟ وممكن أنه تكون أحياناً خلافات اختلافات بالرأي بيناتكم؟ شوفي، هو كل واحد بينا إلى إنبوت يعني. يمكن هم الفرقة تاركين علي شوية هم زيادة أو اللود عليك يعني، اللود علي، لأنه يعرفون أنه أنا هذا الشيء أحبه يعني أستمتع به، يعني مو ما أعتبره اللود، أعتبره هو هذا متعة حياتي، يعني متعة لروحي هو الفن والموسيقى، يعني أستمتع بها من الألف للياء، فأستمتع بها. بس هم الشباب كلهم يعني كل من يقدر يساعد دا يساعد، مثلا احنا مقسمين الشغل، مثلا اخلد عنده شغلات معينه هو لازم يلتزم بيها، مثلا ويب سايت، شغلات الديجيتال كلها لازم هو يستلم، يعني كل واحد له شغله يعني. انت هم عنده شغلات لازم يعني يسويها، والحمد لله لحد الان ماشيه. تصير خلافات طبعا مرات على هيك عركات وصياحات وهذه بس احنا 20 سنه صرنا سوا، يعني انسان واحد، وصلت مرحلة شقد ما نتعارك يعني الحمد لله أنه ما توصل ما تكبر، لأن خلص مثل واحد ويا أخوه، يعني شي سوي عواد أخوه. نبتدي بأحلى الكلام ونغني حب وسلام، نرسم فرحة وأحلام وقلوبنا تجمعنا، أملنا نعيش الأيام وبس ما نمحي الظلام، خطوتنا للأمام والدنيا تسمعنا. نبتدي بأحلى الكلام ونغني حب وسلام، نرسم فرحة وأحلام وقلوبنا تجمعنا، أملنا نعيش الأيام وبس ما نمحي الظلام، خطوتنا للأمام والدنيا تسمعنا. من قال يخلص الكون انمر ليل وصعاب، شمسنا نور العيون حسن، أنت تعزف الجيتار والبيانو وتغني وتعزف العود همينة، إذا عزلناك بمكان وحدك يا واحدة من هاي الآلات راح تأخذها وياك؟ يعني العود والبيانو أنا أحبهم، يعني أعزف عليهم، بس أعزفهم لي يعني لحب العزف، بس الجيتار أنا عندي علاقة روحية ويا الجيتار يعني ما وصلتوا للمنطقة التراثية، الأغاني التراثية، والسؤال المتعلق بهذا السؤال، تتصور أنه التوزيع الجديد لهذه الأغاني يضيف لها لو يضيع ملامحها؟ شوفي، إحنا يعني خصوصاً إعادة الأغاني التراثية إحنا دائماً نتعبيها أكثر من أغانينا، لأنه لازم نطلع شيء بحيث من تسمع الناس تحسها قريب عليها. فالحمد لله أكثر الأحيان يعني 90% ده تنجح ويانا، والدليل أنه مثلا أغنية عليك أسأل لما سمعها الدكتور فاضل عواد يعني هو سعيد جدا، بحيث من اتصل بينا كذا مرة يعني يعيدها يقول أنتوا أحلى الناس غنوا، يعني أسلوبكم بالغناء أكثر أسلوب رهم الأغاني، وهذا من شخصيا يعني. مرات يعني احنا يعني اي عمل فني من نقدمه بوقتها نكون كلش طايرين من الفرح به وفتشي طاق وحلو وهذه، بس وراها بفتره نرجع نسمعه او نشوفه
ممكن شوية نضوج نقول أو نتندم يا ريت لو فلان ما كان هيك مسوي، لو يا ريت أكو تغيير بالإخراج، يا ريت لو صاير هيك شيء وياكم، يعني متندمين على فشغلة مسويها. عجبني اللقاء بس أسئلتك، يعني أنت أسئلتك محترفة، عباك واحد يشتغل بالفن. أكو أحد منطيك الأسئلة؟ لا والله كلها بنفسي، شوية شوية غششت منا منا. أسئلتك كلش حلوة وجريئة وحقيقية، تصير صراحة تصير هواية خصوصا بشغلات التقنية، انه تقول يا ريت لو ما كان العزف بهالطريقة، لو ما غنيتها بهالطريقة، تصير هواية. فنحاول دائما، ليش احنا مرات ناخذ وقت على مود ورا فترة نسمعها نقول بلكي يطلع. يعني شوفي مثلا من الشغلات اللي يعني دا تصير وياي صارت بهذا الالبوم، انه اغنية جاهزة خلصانة يعني اسمعها اقول لا لو اسرع بشوية كان احلى تطلع، وألغي كل الشغل اللي سويته ونرجع نعيدها على أسرع. تخيلي صارت أغنيتين، يعني سرعناها ودن نرجع ننزلها يعني، وغنيناها بصورة جديدة طلعت أحلى طبعا لأنه سرعناها. طيب إنه الموسيقى نجاحها يعني يعتمد على دراسة الأكاديمية، لو لازم الموهبة؟ لا الموهبة أكثر بصراحة. يعني أنا هس يعني أولادي إذا يحبون الموسيقى أكيد أكاديميا يعني ما راح أقولهم لا تتعلمون، بس إنه ما أخلي يعني. أنا أتذكر من درست يعني أول مرة رحت مدرسة بغداد الموسيقى البيانو دا أدرس، ليس أتذكر تجربة جدا سيئة يعني، لأنه الأستاذ يركز على التقنيات ويترك لازم لا أكو طريقة، لازم أنت ويا الطفل لازم تخليه يحب الموسيقى، لازم تخليه يحب العزف وبعدين تفرض عليه الشغلات الأكاديمية. تعلمت موسيقى بس بعدين رجعت درست أكاديميا استمتعت بيها أكثر، لأن أعرف يعني كنت أوردي ماشي بالموسيقى فأعرف أكاديميا فادتني يعني. طيب تتصور حسن أنه نلتم الشهرة اللي تستحقوها وتستحق الجهود المبذولة من عندكم كفرقة؟ يمكن الفرقة العراقية الوحيدة تاريخ العراق اللي قدرت تنجح تنتشر عربيا يعني، فهذا هذا هذا نعمة يعني الحمد لله ألف مرة يعني، أنه أتليس جت الفرصة. بس مرة إحنا هسه من نحكي دائما نقول يا ريت لو هاي الفرصة وهاي الفلوس وهاي الدعم مال الشركة لو بهالوقت كان طلع العمل هواية أحلى يعني. يمكن طيب تقدر توصف لي الموسيقى اللي تقدموها بثلاث كلمات؟ حرية، سؤال صعب. كرياتيف، شنو الكرياتيف؟ الإبداع. إبداع، خارج المألوف. حلو، فعلا انتم هيك. طيب حسن اكو شيء اني نسيت اسئله لك تحب تضيفه؟ 1/10 ان شاء الله عندنا عمل عن الوطن جاهز مصور كامل، يعني ان شاء الله راح يكون يعني احنا من صدق هذه يعني اشتغلنا من قلبنا يعني. انا على مستوى شخصي هذا العمل يعني ورا وفاة والدتي مريت بظروف صعبة، الله يرحمه، هذا العمل شالني من هاي الظروف يعني، شوية طاني قوة حتى يعني حسيت انه أنا لازم اسوي شيء للعراق واحنا كفرقة نسوي شيء مختلف للعراق. هون عليك من الألم. هذا العمل ان شاء الله يعني بعد اشهر اقل يعني ان شاء الله 1/10 يكون نازل ان شاء الله. يعني احنا حتى نتمنى انه حتى العراقية اذا عن طريقك يعني ممكن نبعثه للقناة، وإذا عجبكم حتى الشعب العراقي كله يشوف. أكيد قناة العراقية ترحب كل عمل وطني ويحاكي مشاكل ومعاناة الشعب العراقي، كلش نرحب به. وعادة أني أنهي اللقاء بأغنية، فراح أعطيك اختيار، يا أما أغنية أجنبية يا أما تراثية يا أما شيء على ذوقك أنت باللي ريحك، لك الحرية في الاختيار. التراثية لأن ما غنينا فتشي للعراق. وأقول اصبر على غيابك
في وما تنسى أحبابك لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل من الرايح ومن الجاي وحنن لك أحنن لك أحنن لك مثل راعي حل الناي وأقول أصبر على غيابك وفي يوم تنسى أحبابك لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقيكم مرة أخرى نستودعكم في أمان الله وحفظه.